التقى رئيس الجمعية الوطنية دكتور هارون كبدي مع كل من مبعوث البرلمان العربي أحمد المشرقي وسفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى البلاد محمد علي الشامسي، حيث تباحث الطرفان حول مجمل القضايا المتعلقة بتعزيز العلاقات بينهما. كانت المقابلة بحضور معاوني رئيس الجمعية الوطنية علي عربي. تطبيعا للعلاقات القائمة بين البرلمان التشادي والعربي في المجالات الكافة، قام رئيس اللجنة السياسية والعلاقات الدولية والأمن القومي بالبرلمان العربي السيد أحمد المشرقي بزيارة للجمعية الوطنية، حيث قدم خلالها دعوة لرئيس البرلمان الدكتور هارون كبدي لزيارة البرلمان العربي وإلقاء كلمة أمام النواب العرب. كما تطرق الجانبان إلى الأزمة الليبية التي باتت تشكل عائقا في أمن المنطقة. القضية الفلسطينية أخذت هي الأخرى حيزا كبيرا من اللقاء، بجانب مسألة تطوير الثنائية اللغوية في تشاد. مبعوث البرلمان العربي السيد أحمد المشرقي صرح بالحديث التالي عقب لقائه مع رئيس الجمعية الوطنية. وقد تناولنا مجموعة من القضايا الأساسية، اعتبارا وأن تشاد لها ما يجمعها مع العالم العربي، فهي تمتد جغرافيا، هناك امتداد جغرافي وهناك امتداد تاريخي، ولذلك بحثنا مع معالي الرئيس الطرق الممكنة لمزيد من تعميق علاقاتنا ومزيد من إيجاد سبل التعاون حول مجموعة من القضايا، القضايا الاقتصادية، القضايا السياسية، القضايا الاجتماعية، قضايا الشباب، قضايا المرأة، قضايا التنمية، قضايا الاقتصاد. عقب ذلك التقى السيد المشرقي برؤساء اللجان المختلفة بالجمعية الوطنية، وقد تبادل معهم مختلف أوجه التعاون في مجالات الأمن القومي والسياسة الدولية، بجانب تطوير العلاقات الاقتصادية والثقافية بين تشاد والبرلمان العربي. سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى تشاد سعادة محمد علي الشامسي جاء هو الآخر ليقدم الدعوة لرئيس الجمعية الوطنية الدكتور هارون كبدي لزيارة الإمارات العربية المتحدة وعقد لقاءات عمل مع مسؤولي مجلس الشورى الإماراتي. كما تناول الطرفان مجمل القضايا المتعلقة. وهناك اهتمام كبير من دولة الإمارات في العمل البرلماني لدعم الحكومات ودعم الدول إن شاء الله. وهناك وتكلمنا أيضا عن تعزيز العلاقات بين البرلمان في دولة الإمارات العربية المتحدة والبرلمان في جمهورية تشاد. ونشير إلى أن السيد محمد علي الشامسي هو أول سفير لدولة الإمارات العربية المتحدة لدى تشاد يتخذ مدينة أنجمينة مقرا له. كما التقى رئيس الجمعية الوطنية دكتور هارون كبدي بقصر الديمقراطية بالأمين التنفيذي للجنة مكافحة الجراد الصحراوي، يهدف بهدف إيجاد سبل للحد من تكاثر الجراد بالمنطقة الساحلية. علي عربي. اللقاء الذي جمع رئيس الجمعية الوطنية الدكتور هارون كبدي بوفد اللجنة المكلفة بمكافحة الجراد الصحراوي الذي يترأسه أمين التنفيذي هاموني محمد لمين جاء في الوقت الذي تعاني فيه دول الساحل مشاكل عديدة، مثل زيادة حركة الجراد الصحراوي الذي بات يشكل خطرا حقيقيا في بعض جوانب التنمية في المنطقة. دكتور هارون كبدي بحث مع السيد هاموني مختلف الجوانب والإجراءات الكفيلة بمكافحة هذا الجراد. وعقب نهاية اللقاء صرح الأمين التنفيذي للجنة مكافحة الجراد الصحراوي السيد هاموني محمد لمين بالحديث وكان لنا لقاء معه يطلع على وضعية استراتيجيات متخذة في هذا المجال ودعم مقدم من طرف الهيئة لدولة تشاد وكذا الجهود المطلوبة من تشاد على المستوى الوطني وعلى المستوى الإقليمي، لأن يعني المشكلة الإقليمية يحتاج لإجراءات على المستوى الإقليمي وعلى المستوى الوطني. واستفدنا من معلومات اللي قدمها لنا الرئيس حول المجهودات المقاربة بتشاد وحاول الدعم اللي تقدمه لهذه الغربة لكل جهود تنمية زراعية بشكل خاص ومشكلة زراعية بشكل. ونشير إلى أن لجنة مكافحة الجراد الصحراوي تضم 10 دول، 5 ساحلية و5 من دول المغرب العربي.